مشاهدينا من العناوين للتفاصيل، دشن عدد من شباب الأحزاب السياسية الوفد والغد والمؤتمر والمصريين الأحرار والمحافظين ومستقبل الوطن والتكتل قوى ائتلاف تحت عنوان شباب ضد الإرهاب، وذلك لمواجهة العنف والإرهاب ومساندة القوات المسلحة والداخلية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه حزب الوفد بالمقر الرئيسي للحزب بالدقي اليوم. اتفق المجتمعون على المقررات التالية: 1- انطلاق أنشطة ائتلاف شباب ضد الإرهاب في جميع المحافظات بدءا من يوم 3 فبراير 2015 وحتى انتهاء هذه الهجمة الإرهابية الشرسة. 2- القيام بدور التوعية بمخاطر التطرف من خلال قيام شباب الائتلاف بالانطلاق وسط التجمعات الشبابية بالتنسيق مع الأزهر ووزارتي الثقافة والشباب للكشف عن مخاطر التنظيمات المتطرفة ومخططاتها لتدمير الدولة ومؤسساتها. 3- زيارة المصابين وأسر ضحايا الإرهاب من المواطنين ورجال الشرطة والقوات المسلحة للتأكيد على الدور الطبيعي للمجتمع نحو أبناء الأبطال الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن. 4- التنسيق مع وزارة الخارجية لتمكين شباب الائتلاف من الاتصال بمسؤولين في أوروبا وأمريكا والعالم والمصريون بالخارج لشرح مخاطر الإرهاب على مصر والعالم. 5- دعوة كافة الشخصيات من سياسيين وفنانين ورياضيين للانضمام للائتلاف الذي لا يحمل صبغة أيديولوجية أو فكرية أو مصالح سياسية ولكنه يسعى فقط للحفاظ على الوطن. وأخيرا نؤكد أننا سنظل ظاهرا موحدا خلف قواتنا المسلحة والشرطة في حربهما ضد الإرهاب الأسود الذي لا يفرق بين المصريين ولكنه يقتلهم من أجل سلطة زالت عنه ولن تعود ما بقي الشعب المصري البطل. تحيا مصر وعاشت وحدة المصريين. الموقعون على البيان: حزب الوفد، حزب المصريين الأحرار، حزب المؤتمر، حزب مستقبل الوطن، حزب المحافظين، حزب الغد، حزب السادات الديمقراطي، تكتل القوى الثورية، شباب الجمهورية الثالث.